بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا حديث مهم جدا. إذا كان لديك إنسان حي وإنسان ميت، كيف تنظر إلى كلا الشخصين؟ طبعا الميت أول ما يفقده اسمه يصبح اسمه الميت، لا يقال فلان، يقال الميت لأنه مات انتهى. طيب الميت لا يتحرك، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، يعني لا تستطيع أن تنتفع به، لا يستطيع أن يقدم لك شيئا. الحي يعمل، يتحرك، يقدم لك شيئا إلى آخره. إذن الحي والميت مختلفان تماما. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا تشبيها جميلا جدا ورائعا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. اثنين، واحد يقول لا إله إلا الله، يقرأ القرآن، يدعو، يسبح، يصلي، أنواع الذكر كثيرة جدا. والذي لا يذكر ربه، وإنسان مشغول بالتجارة والمال والدراسة أو العلم، أو العلم الدنيوي أقصد، يعني الذي ليس فيه ذكر لله ومنشغل، قال عليه الصلاة والسلام مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. سبحان الله. طيب يعني أنا عندما أنظر لشخص يذكر الله وشخص قلبه غافل عن الله، يجب أن أنظر إلى أن هذا حي وهذا ميت. هذه هي نظرة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يذكر الله ومن لا يذكر الله. إذن هذا حديث خطير، أنا أصنفه أنه تحذير خطير لكل واحد منا أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ينبغي على كل واحد منا أيها الأحبة أن يكثر من ذكر الله، يكثر. اجعل همك الكبير هو ذكر الله، ثم يأتي بعد ذلك العمل والدراسة وكذا إلى آخره، شؤون الحياة والأمور العائلة رقم واحد يجب أن يكون ذكر. لماذا؟ سأقول لكم أيها الأحبة. يوم القيامة هناك خطاب خطير جدا صادم لمن لا يذكر الله. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نسوا الله فنسيهم. تصور يوم القيامة ليس لك إلا الله، لا يوجد من يعطيك أي شيء، كل شيء بيد الله. تصور في هذا الزحام وحرارة مرتفعة والناس تغوص في عرقها والله ينساك، بالمقابل تذكر أن الله في ذلك الموقف الصعب يتذكرك ويظلك ويجعل لك نورا من حولك. كم الفرق كبير أيها الأحبة. إذن أحبتي إياكم أن تنسوا الله تعالى. مثل هذه الأحاديث أحبتي أنا أحب أن يعني نحفظها، نتذكرها، أحب أن يعني تكون يعني حتى قراءة أحاديث النبي فيها ثواب، فيها أجر. النبي لم ينطق بشيء من تلقاء نفسه، كله من عند الله. لذلك نحن عندما حتى نذاكر الحديث ونقرأه ونقول قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أنت لك أجر. عندما تكرر هذا الكلام لك أجر، وعندما توصله لغيرك لك أجر، وعندما
تلقى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيكون فرحا بك مسرورا بك لأنك بلغت هذه الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.